Hi guys! Hi hi hi! New video! Hi guys! New video! Hi hi hi! لحظة نسيت المقدمة. Hi guys! Welcome back to my channel! New video! Hi hi hi! معاكم فاطمة ذا Guys, أنا اليوم معصبة ببدأ على طول على الفضفضة. ما في واحد اثنين ثلاث، ما في نورتوني. أوكي نورتوني أكيد يعني، بس أنا اليوم معصبة خلاص معصبة. تعرفون لما كل يوم تقومين مرقادة تحسين شخصية جديدة؟ أنا اليوم قايمة وأنا معصبة. ليش؟ ما ندري. هل يمكن حلمت حلم خايس؟ يمكن. أوكي بقول لكم الأسباب اللي عصبتني صراحة. كل يومين اروح الصالون اسوي شعري، زين يعني يا اسوي في البيت او اروح صالون، يعني غالبا صراحه اسير الصالون ادفع مبلغ وقدره. اقوم ثاني يوم من النوم شعري كشه، يعني انام شعري يخترب. الموضوع صاير مستفز، صايره كل يومين اسير الصالون ليش؟ يعني صايره ادفع الصراحه يعني مبلغ مبلغ مبلغ. احاول اسوي شعري في البيت بس احيانا ما يكون عندي وقت. ترى مثلا اليوم انا وايد مستعيله، الساعة 4:18 دقيقة وأنا عندي موعد للشعر. حق اللي ما يعرف، أنا هالفترة ناوية يعني صراحة أفحص شعري لأن أبي شعري يكون كثيف أكثر، فأبي أروح أفحص شعري أشوف هل شو الأشياء اللي أحتاجني أخذها، فيتامينز، شو الأشياء اللي أحتاج أستبدلها، شو الأكلات اللي لازم أضيفها. فبشكل عام اليوم عندي فحص للشعر. أنا اليوم أحس معصبة من شعري صراحة، وايد معصبة من شعري. وأكيد في موضوع ثاني أكبر وأعمق، بس هذا يعني الموضوع السطحي. بس تعرفون نحن كبشر يعني دائما لما عندنا مشكلة نطلع المشكلة على الأشياء السطحية مو على الأشياء العميقة الداخلية الصدقية. صايرة أسترجع ذكريات من الماضي، قاعدة أحاول إني أسترجع ذكريات من الماضي، لأن أبوي قبل فترة حصل المقاطع هاكي اللي يحطون فيه المقاطع القديمة، الدي في دي، المقاطع القديمة اللي لما كنا نحن صغار وكيف يعني لما كنا نسافر. طبعا أبوي كان عنده كاميرا فدائما كان يصورنا، خالي كان يصورنا، وأي حد كان يمسك الكاميرا ويصورنا. فعندنا هالمقاطع على مدار سنوات لما كنا صغار. طبعا قبل فترة قعدنا نشوف المقاطع جايز، يعني في اشياء ما اتذكرها في حياتي. في ناس اعرفهم يتذكرون يعني اشياء قديمه، يتذكرون اشياء قديمه صارت لهم يعني لما كانوا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات. انا مو قادره اتذكر ولا شيء حرفيا. احس السن اللي اتذكره لما تقريبا كنت 9 10 سنوات وفوق، ما اتذكر تحت يعني لما كنت اصغر. ادري ان يقولون ان هالشيء انه اكيد عقلك اللاواعي ما يبي يذكرك، لان انت يمكن مريتي صدمات فما يبي يذكرك في الالم او في الاشياء المعينه اللي مريتي من خلالها. بس ما اعرف، انا سمعت ان هالكلام اغلب الناس يقولون هالكلام، بس يعني احس شيء صار فيني ان انا ليش ما اتذكر مواقف من الماضي؟ ليش يعني ليش فاطمه ما تتذكر ان صار معي هالموقف، طحت هني طحت هناك؟ اوكي اتذكر اكيد في المراهقة، يعني مراهقة هو يعني، بس يعني اقصد في الطفولة، الطفولة المتأخرة لي 8 9 10 سنوات. بس قبل هذا احس ما اذكر. اذكر بس شي مقاطع صغيرة مثلا لقطة واحدة لقطتين، بس مو انه اذكر، عرفتوا؟ اذكر هالشي طبيعي، ما اعرف شو تحسونه طبيعي ولا مو طبيعي. فابي اصور لكم فلوج الاسبوع، اشتقت اني اصور لكم فلوج الاسبوع، اصور لكم روتين الحياة، واصور لكم وانا قاعدة اعدل هذا واسوي هذاك. احس من زمان مو صور فلوج انا، فلوج في شخصيتي بالكامل. اوكي كل الفلوجات فيها شخصيتي، جانب من شخصيتي، بس احس ابي هذا الفلوج اطلع فيه كل شخصيتي. ابي اخذكم معاي المواعيد المملة، اسوي معاكم كل شيء حرفيا كأنكم ماي بيستيز. وصراحة مقهورة من شيء ثاني، تخيل المكيف اللي في غرفتي ابدا 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 ما يبرد، يعني يبرد اذا خليته مفتوح مليون ساعة، اذا فتحته من الساعة 8 الليل لين وقت النوم خلاص بيصير بارد، بس اذا ما فتحته الغرفة تكون حارة. جايز اقوم من النوم انا معرقة، يعني احس هذا نحن للحين في الشتاء، تخيلوا عاد في الصيف
احس وضعي بيكون وايد مزري. انا هالشيء خايفه منه الصراحه، لان يعني اكيد لازم اي حد يعدله ويصلحه، بس اوريدي المكيف احسه صغير، عرفتوا؟ الحين براويكم شكل المكيف، بس احسه صغير. في كل فلوج احط ميك اب واحاول انوع اجدد، حتى في السوشيال ميديا في حساباتي الثانيه اصور ميك اب، بس مشكلتي مع الميك اب ان اخر الليل مالي خلق امسحها، مالي خلق. يعني احب احط ميك اب بس مالي خلق امسحها. بس رغم هذا اقعد احط، انا مو من النوع اللي ما احب امسح خلاص ما احط، لا اقعد احط، لانه يعني احيانا اروح اماكن لازم شكلي يكون مرتب، عرفتوا؟ احس واحدة من الاشياء اللي تعلمتها قبل السنة، يعني السنة اللي فاتت، ان الشكل وايد مهم عشان تطلعين مرتبة قدام الناس. ما بقول يحترمونك، بس انه يعني مو مرتبة او مثلا لابسة اي شيء تحسين ان شيء يطلعونك بنظرات او انه ما يقدرونك او ما يعبرونك. انا وايد سمعت هالكلام من قبل، اسمه pretty privilege، يعني اذا كنتي حلوة وجميلة وانيقة ومرتبة كل حد يصفق لك ويهتم لك، حتى اذا رحت السوبر ماركت تحسين ان كل حد يساعدك يقول لك هذا مدام اسوي هذا اسوي هذا. بس اذا رحتي مثلا وانتي شكلك عادي او شكلك مبهدل او شعرك كشة او مثلا بشكل عام، تحسين ان الناس يعاملونك بطريقة شوي اقل عن المعتاد. وحتى يعني يقولون هالشيء صدق يصير مع الناس، حتى انا كتجربة مجربة اروح احيانا شكلي مثلا عادي مو لهالدرجة مرتب، احس شيء ما حد يعطيني وجه، ما حد يعطيني وجه من الاخر. اذا رحت وشكلي شيء مرتب، انها تكونين مرتبة، في فرق يعني تكونين شوي مرتبة. فصراحة لما الحين قمت اسير اماكن قمت شوي احب اتعدل، عرفتوا؟ كله طاح. يعني ما اقصد بهالشيء انه لازم 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 انتوا عشان الناس يحترموكم تحطين ميك اب وتسوين هذا وهذاك، لا، هو بالنهاية شيء اختياري، يعني ما حد مغصوب انه يسوي شيء. بس اللي اقصده انه يعني هذه مجرد نظرية، فاللي حاب يجرب تقدرون تروح شخصيا تروحون تجربون هالشيء. يس جايز، pretty privilege هالشيء حرفيا حقيقي، لازم يعني اتمنى لو العالم ما كان يمشي بهالطريقة، بس للأسف إن كل شيء صاير بشكل خارجي، صاير إن الناس يحكمون عليك من شكلك. مو كل حد طبعاً، أكيد مو كل حد، بس أقصد بشكل عام الناس وايد قاموا يهتمون بالمظاهر وكيف شكلك خارجي يكون. تحسين إذا ما حطيتي ميك اب عادي أحيانا تحسين بعدم ثقة، وأحس هالشيء أحيانا غلط. المفروض إن الإنسان يكون حر، وقت ما يبي يحط ميك اب ما يحط، وقت يبي يحط يحط بدون لا إنه يحس إنه إذا ما حط ميك اب أحسني مو حلوة، أحسني مو حلوة، يعني عرفتوا؟ احس موضوع الثقه موضوع وايد مهم. اذا انت ما كنتي واثقه من نفسك بتضيعين وايد فرص، وايد اشياء ما بتسوينها، بتحسين لا هل انا بكون مناسبه حق هالشيء، احس لا في احلى عني، هذيك تقدر تسوي هالشيء احسن عني، احس لا مو انا مو مكاني. حرفيا بتضيعين فرص وايد كبيره على نفسك. يعني انا شخصيا قبل كنت من هالنوع، ما يناسبني، ما اندمج معاهم، ليش اسوي هذا ليش اسوي هذاك. بس بعدين اكتشفت لا، خلاص اذا الشيء وصل لعندك معناته انت مستحقه لهذا. اذا جت لك فرصه، صراحه ما ادري كيف اشرح لكم كيف اوصل لكم هالمعنى، بس احس الثقه هي الجاذبيه. احيانا عادي تشوفون وحده مثلا ما يهمها ما تحط ميك اب، بس هي جميله يعني، بس الثقه تخليها تزيد جمال، الثقة تخليها جاذبية أكثر، تخلي الكل. تعرفون لما تروحون مكان فجأة تشوفون وحدة تكون قاعدة كل حد يلتف حوالينها، مثلا تكون قاعدة في مكان أو رحت عزيمة كل حد يسأل عنها أو يقول وينها فلانة، أو حتى إذا جت يتكلمون معاها كل ما سوت شيء كل حد انعجب وصار فيه واو. صارت هي المين كاركتر، صارت هي الشخصية الرئيسية بالجمعة هذه. أكيد في كل الجمعات تحسون فيه شخص لأنها هي واثقة من نفسها، فلها جاذبية، وهالجاذبية قاعدة تجذب الناس إنه وايد يهتمون لها، يصير فيهم واو هي صدقها حلو، خلونا نسألها عن هالموضوع، خلونا نشوف رأيها في هالموضوع. حتى في حياتي اليومية أو حتى في المدرسة دائما أذكر كان في وحدة زميلة معاي كان الكل يحبها، حتى المعلمات وكل حد يبي رأيها. أنا كان فيها جاذبية وثقة بالنفس فظيعة، لما أذكر الحين يعني صدق كانت تجنن البنت، بس كان فيها ثقة، يعني فهمتوا علي. اوكي جايز، انا خلصت الميك اب بس بحط الروج، والحين بروح اركب السياره لان ما بيتاخر على الموعد. صراحه اكثر موعد متحمسه له من فتره، احس ان شاء الله ابي هالسنه شعري تكون فيه كثافه اكثر
يعني يكون صحي اكثر عرفتوا. فعشان شي من الحين بديت اروح مواعيد اسوي هذا وهذا جايز. بس ابي اقول لكم شيء قبل لا اطلع من البيت. كاميرتي فيها مايكروفون عاده، بس المايكروفون هذا مالي ضاع، ما عندي وقت اني اروح اشتري مايكروفون ثاني حاليا. فاذا حسيت ان الصوت احيانا مو واضح لهالدرجه ام سو سوري، بس لان اسفه يعني بس ما اعرف شو اسوي. بس مشوها هالفلوج مشوها. كنت ابي اكلمكم عن البروبايوتكس. انا طبعا صار لي تقريبا شهرين شهر اخذ بروبايوتكس في البكتيريا النافعه. وايد هذه حق اللي عندهم مشاكل في المعده، مشاكل يعني مشاكل في المعده بشكل عام. الوومنز اونلي يعني بس حق البنات. مشاكل في المعده بتشوف تغيير اذا اخذت بروبايوتكس. بس طبعا انا ما ابي اتفلسف، حرفيا بس يبيعونه في الصيدليات او يبيعونه اونلاين. بس اذا تبون تتاكدون روحوا الصيدليات واسالوهم هل ينفع ان انا اخذ بروبايوتكس. اغلبهم بيقولون البروبايوتكس ما لها اضرار، بالعكس لها فوائد اكثر. افضل ان تروحون تسالون الصيدليه اذا تقدرون تاخذون ولا لا. فانا صار لي شهر قاعده اخذ البروبايوتكس ووايد احبه، حرفيا احس بالتغيير بجسمي معاه. جايز متجهين الى موعد الشعر. هذه حاليا اغنيتي المفضله، صايره اسمعها مليون مره، ما اسمع شيء ثاني حرفيا. قلت المكان اللي طلع لي بوجل ماب، الصراحه ما ادري وين قاعد احصل هذا المكان، اسمه شيء ثاني غريب. جايز انا حاليا عند الدكتور، اعطاني هذا الفورم عشان اعبيه. وتويتر ما ادري شو تويتر، بس يعني دائما لما اروح العيادات ولا الاماكن احس شيء تويتر. اسمع لي عشان شعري بسوي كل شيء. أوكي خلصت من الموعد. طبعا لابسة هدي بورش لأن خلاص بلبسها طول الوقت عشان طاقة الجذب. أبي أشتري سيارة بورش. المهم توني خلصت الموعد جايز، وما فحصت الشعر بس كان يعني استشارة للشعر. إن شاء الله ناوي أبدأ الأسبوع الجاي مع البروجرام كله بيطول 4 شهور. الدكتور قال لي الحمد لله إني أنا جيت بسرعة، يعني بما أن يعني الحين أنا أصغر في السن. ف وينكم؟ خليني احطكم هني. يعني الدكتور قال لي الحمد لله اني جيت يعني بسرعه، لان عادي مع الوقت ان شعري يصير اخف وايد. لان نحن في عائلتنا يعني امي شعرها شوي خفيف، يعني مو معروفين بالشعر الكثيف وايد. فقال لي يمكن احتمال انه يكون شيء وراثي، وانه يمكن مشكله في الفيتامينات، مثلا عندك نقص في الفيتامين دي والايرون وكل هذا. بس الدكتور كان وايد طيب، يعني كان حرفيا كنت اساله عن كل شيء، شرح لي كل شيء بالضبط. قال لي ان تسوين هذا ما تسوين هذاك، اعطوني بروجرام حق 4 شهور بس في الشهر مره بزورهم علشان يسووا لي تريتمنت وكل هذا، ويعززون النشاط ما ادري شو قال، يعني انه يخلون الشعر يصير اقوى بشكل عام. فين حتى شفت صور قبل وبعد وشفت كيف كان في فرق حق الناس. يعني وايد متحمسه الصراحه اني ابدا البروجرام معاه، وبس احس ان هذا الشيء كان واحده من اهدافي حق السنه الجديده تعرفون. فالحمد لله اني يعني ابدا واهتم واسوي كل هذا. طبعا سالت اقدر احط زيوت فتره العلاج ال4 شهور، انه يعني احط زيوت والسدر وكل هذا، وقال لي طبعا عادي. بالعكس مدح لي زيت الروزماري، جايز وايد مدح لي اياه عشان خلاص اشوف تغيير ان شاء الله جذري في شعري. فبس جايز كنت بعطيكم لمحه عن الشيء اللي ببدا وبسوي طبعا، وان شاء الله نشوف التغيير كلنا مع بعض. وبس جايز يعني بس كنت بقول لكم بشكل عام. ما ادري نروح ناكل، برجع البيت، ما اعرف شو بسوي، بس بسوي شيء معين. بس الشيء بيكون هذا اكل، لازم اكل، لازم شيء يكون فيه اكل. ف ليتس جو. حاليا نزلت في 3 لان عندهم هني محل سلطه خياليه، يعني تختارين اي شيء انت تبين تحطينه في السلطه. فقررت اني اكل سلطه، اذا خاطر سلطه باكل سلطه، لان يعني عاده ما اشتري سلطه. تخيلوا جايز كانوا مسكرينه، فتحوا المحل عشاني عشان اطلب من عندهم. My salad is here. اخذت السلطة والحين على السيارة عشان اقضي عليها وانا قاعدة في السيارة. بس فقرة حش مع مريم وقاعدة اكل السلطة.
قولي لهم هاي هاي حق الفلوج هذا؟ هاي هاي فلوج. من اجل الجمهور يا علي الكره بترجع مره اخرى من جديد. باب المطبخ. سلام ميري. سلام طبعا انا اليوم راجعه البيت وشوفوا قلت حق امي تسوي لي شوربه، ابي شوربه البيت. ما في احلى عن شوربه امي في الحياه. رمضان حرفيا جايز، ابي اكل رمضان، مشتهيه اكل رمضان من الحين. باي جايز، اشتقت مطبخ بيتنا. تذكرون لما كنت اصور لكم فيديوهات وتجارب هني؟ ليش حسيت ان يعني حياتي ما برجع هني معني يعني كل يومين هني، بس يعني ما اصور لكم هني، بس اليوم قررت اني شيء ارجع لكم الذكريات واذكركم بالمطبخ. اور بيست حي اراويكم شوف ثلاجتنا، بس شوفوا كيف كل شيء حرفيا ما في شيء يعني، يعني في بس انه الاشياء البيتسك العاديه. طبعا يسرا ما ادري شو طالبه هني. احلى شيء في بيتنا لما ارجع دائما في شيء جديد طالبينه. يا ما ادري شنو هذا، بس كرواسون ما ادري، بس شكله لذيذ. قاعدين تسمعون صوت المباراه كيف بيتنا لما يتابعون المباراه هني؟ الصوت عالي، اخوي خاف اكمل عليه على طول، اذا سالته عن شيء بيعصب علي. ف ابي احط لي الحين شويه من الشوربه اللذيذه الغنيه اللي فيها كل الفوائد الصحيه. يعني حرفيا قبل لا اوصل هني كتبت حق امي بليز سوي لي شوربه اليوم، سوت لي. لاف يو ماما. حطيت وايد، احس وايد حطيت شوربه. بس شوف الطاسه كبيره وحطيت فول سوب. جايز عادي اعطيكم تيبس او شيء حركه انا اسويها لما اشرب الشوربه. دائما 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 لما امي تسوي الشوربه احب اضيف دقوس او شطه او صوص سبايسي على الشوربه، لانه ما اعرف، بس خاصه هذا الدقوس اللي بصقر لازم تضيفونه على الشوربه يعطيكم شيء نكهه سبايسي، ولازم الدقوس مع الليمون عشان كل شيء يصير حامض وسبايسي لذيذ. الحين نمكس نمكس نمكس. لازم اعطيكم وصفة شوربة امي، تبون ولا لا؟ المهم جايز الشوربة 10 من 10. انا بروح اكل واتابع المباراة لانه اوريدي بس باقي 15 دقيقة والمباراة تخلص. طبعا الامارات ضد طاجكستان، طاجكستان يس طاجكستان. صفر 1-0 1 حق طاجكستان، الامارات 0. ف اخوي وابوي معصبين الله يستر، بس باقي ربع ساعة يعني في امل للحين اني بجول. انيويز بروح اكل وتابع المباراة، اشوفكم. هاي جايز نيو داي. هاي هاي هاي. اليوم لابسة فل لوك اخضر، درجات الاخضر مع الابيض، وشنطتي وماي باج شوفوها لونها يلو بس وايد كيوت. طبعا انا اليوم كنت نايمة في بيتنا الاساسي الرئيسي مو في الشقة، فالحين عندي كلاس يوغا وايد متأخرة، ما ابي اتأخر، يعني حد يتأخر 5 دقايق، اذا تأخرت اكثر عن هذا الله يستر. فعندي كلاس يوغا، ليتس جو جايز، باخذكم معاي للكلاس والاجواء. لازم ارجع هيلثي لايف، اكل هيلثي، بعدها اكيد بروح اشرب ماتشا، فتعالوا معاي في كل هذا البروسس توجذر. فبس ما انتم شايفين انا اليوم طالع بسيارة اخوي. بعد دائما لما ارجع بيتنا احب اسوق سيارة اخوي، ما ادري ليش، بس يس كيوت. انيويز خلونا نروح الكلاس عشان ما اتاخر توجذر. جايز انا للحين في السيارة، تخيلوا ان الشارع كان زحمة 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 وما قدرت يعني ما لحقت، لان الكلاس في الشارجة، فيعني تقريبا يعني تقريبا 20 دقيقة بعيد عن البيت، والشارع كان زحمة، صار لي حرفيا نص ساعة بس في السيارة الحين. وكنسلت كلاس اليوغا، يس كنسلت كلاس اليوغا للأسف، بس اضطريت اني اسوي هالشي لان ما كنت بلحق عليهم. فكلمتهم وخبرتهم شو عندهم كلاسات ثانية اقدر اروح لها يعني، فقالوا لي عندهم كلاس بيلاتيز الساعة 5:45، وعندهم كلاس يوغا الساعة 6:15. فاخترت كلاس البيلاتيز، والحين قاعدة اتريا الماتشا. انا ما اصدق ان انا طالبة ماتشا واوريدي بتأخر على هذا الكلاس. هاي هاي ذا بيست ماتشا ان شارجا رايت؟ يس كم تو كلارو يس اوف كورس كواليتي ماتشا يا كم هير كواليتي ماتشا
كواليتي مانجو. يس يس ثانك يو باي باي جايز. وصلت الماتشا والحين يلا خلوني اروح على الكلاس والحق بسرعه. خلصت التمرين بيلاتيز، كان احلى كلاس اسير له من فتره. حرفيا احب البيلاتيز لانه رياضه بس بنفس الوقت وايد استانس. The best class ever. I'm sorry. عرفت اليوم حق الرياضة لابس أخضر أخضر ما أدري ليش الفترة هابة باللون الأخضر. المهم في ناس هني وأنا قاعدة أسولف أحس خلاص بنهار. أشوفكم في السيارة. في الصالون الحين بروح أسوي شعري. أول مرة بزور هالصالون فبتحمسة. أحب في الشارجة هني وايد في صوالين، يعني تقدرين تروحين كل مرتين تروحين صالون جديد. تاتش بيوتي. خلونا نشوف كيف الصالون من الداخل والفايبس وكل هذا. ماي جاد الصالون خيال. اهم شيء في الغرفه ما في حد معاي، انا بروحي. هير كير داي. انا رجعت الشقه فاينلي والوقت متأخر وللحين مو ماخذ شاور. انتم متخيلين؟ ادري الحين تقولون فاطمة الحين مو ماخذ شاور، بس حرفيا ما كان عندي وقت. الحين عندي وقت الريلاكسينج وتشيلينج، فطبعا باخذكم في الرحلة معاي. anyways اليوم وصلني شيء، ترى وصلني السدر اللي فاينلي كنت انتظره من زمان. I'm so happy guys. من جلوري لاين. جلوري لاين موجود بالسعودية. تخيلوا جايز انه وصلني من السعودية فريش. ان البنت توها فاتحة البزنس الصراحة، فحبيت اني اسوي لها دعم. وهذا السدر جايز عارفين يزرعونه في مزرعتهم طبيعي، ما تخلطه مع ولا شيء، طبيعي 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 سدر. وايد متحمسة اجربها من جلوري لاين، موجودة على تيك توك تقدرون تحصلونها تطلبون هناك. ما ادري اذا عندها حساب في الانستا بس موجودة على تيك توك. شوفوا كيف البوكس كيوت، حطت لي اشياء ثانية وايد كيوت. انا كانت تمدح الحنة بعد، فاعتقد هذا الزنون حنة. حطت لي استيكرات كيوت مع كل اوردر، بتحط لكم استيكرات بعد تجنن. شوفوا الكياتا والانهيار، حتى حطوا شباصات تجنن. متحمسة اني اجربها ان شاء الله في الفلوج اللي بعده، احتمال اني اسوي لكم ماسك بالصدر. اليوم طلبت جاميز طعمهم سبايسي وحامض، فا اوريدي تشوفوا كيف خلصت وايد كنت قاعدة اكل، بس ابي اجربها معاكم هني على الفلوج. هذا شوفوا طعم المانجو، جامي المانجو عليه صوص سبايسي وحامض. عشرة من عشرة. جامي بيرز كوفي اللي طعم البيتش، بس طبعا كله خلصته. والحين هابة بهذا الأخضر طعمه حامض. طبعا اسم الحساب داناز كرييشن، موجودة على تيك توك على الانستا كل مكان. داناز كرييشن. أبي لحظة لحظة قبل لا نسعد، نسيت أراويكم السناكس اللي خدتهم حق الحين. أول شيء خدت فراولة لأني أبي أسوي لي سموذي ولا أكله مع اليوغرت. بعد بعد ماخذة الكوكونت. كوكونت بس كوكونت حرفيا، هذا كوكونت جايز. انا حق اللي ما يعرفني انا احب شيء اسمه كوكونت، فهذا طعمه لذيذ. احب اكله، احس شيء شهي. فحق اللي ما جربه من قبل انصحكم ان تجربونه. ماي بس سايز لارج. شوفوا جايز اطول عمري هي. ابي اخلصها كلها مو الحين، يمكن يعني نص اليوم نص باكر، لانه يعني اوريدي الحين الوقت متاخر. ما اعتقد اني بخلصها، بس يس تشالنج مع نفسي اني اخلص كل هذا حرفيا. الحين نصعد مرحله الاهتمام بالذات. غيرت الاوتفيت، لبست الروب اللي حرفيا البسه كل يوم. قلنا اليوم استخدمت ميك اب اختي مريم ماي فول فيس، كان جحيم. انا ما احب استخدم ميك اب اي احد ثاني لان احس في اشياء ما تناسبني، عرفتوا؟ او في منتجات ما احب استخدمها، يعني منتجاتي المفضله ما تكون معي، بس وقت الحاجه اقدر استخدم ميك اب اختي. ابي اقول لكم شيء بيتوني تذكرت. تخيلوا جايز نهايه هالاسبوع بنسافر. يس yes.
نهاية الأسبوع احتمال يوم الخميس نسافر سفرة عائلية كلنا حرفيا كلنا إلا جواهر ما بتي معانا لأن تعرفوا جواهر حامل ما تقدر على السفر يعني هي قررت أنها ما تبتي معانا محمد يسرى مريم أمي أبوي حتى خالي بيكون معانا يعني العائلة الكريمة كلها وين رايحين؟ رايحين على تركيا ياي اول ما قالوا لي انا بنسافر تركيا ما تحمست وايد لانه بعد برد وايد برد هناك تخيلوا الحين درجة الحرارة الحين هالوقت 3 درجة حرارة 3 بس فوايد برد ما يعني انا من النوع اللي ما احب اسافر اماكن باردة ابدا يعني اي حد يعرفني يعرف ان انا ما احب اسافر اماكن باردة خلاص هذه شخصية فاطمة بس لان السفرة عائلية ما بيها تطوفني فبروح معاهم بس الصراحة في لقيتني لحظات انه اسافر ما اسافر الصراحة ما احب اسافر تركيا وايد لان هناك اسلوبهم خايس بس اجين لان سفرة عائلية فما بشي يطوفني احس هاللحظات ما بتتكرر لان خلاص كلنا قاعدين نكبر واللي تتزوج واللي يعني احس كل شيء قاعد يتغير فما ابي اضيع هاللحظات مع عائلتي بس ما بنطول في السفره تقريبا 5 ايام بس بنروح تاريخ 1 وبنرجع تاريخ 6 بيكون في فلوج للسفر اكيد هذا اذا ما كان فلوجين باخذكم معاي اجواءنا العائليه كل هذا لما احط الجل على حواجبي انا استخدم جل انستازيا يسبب لي تساقط يعني حواجبي تطيح لما اقعد امسحها الحواجب تطيح ما ادري فجاه لما قلت لكم كنت يعني في الغرفه وقاعده اهوجس جتني لحظه ادراك تذكرت ناس كيف خذلوني على مدى السنوات طبعا كلنا نعرف بعد الساعه 12 تجينا هالحاله اللي نجيب مواضيع من قبل مليون سنه عشان بس نصير دراما ونقعد نصيح اخر الليل انا حرفيا هذا اللي صار معي صدقون جايز ان شعور الخذلان شعور جدا مؤلم يعني اكيد مؤلم بس يعني طول حياتي كنت اسمع عنه خذلان يعني ما كنت افهمه لين ما عشته وحسيت فيه الانسان ما بيقدر يحس او يفهم شيء لين ما هو يعيش هالشيء تعرفون احيانا لما تفضفضون حق حد يقول لكم عادي المشكله عاديه ما احسها كبيره تعرفون ليش لان هالشخص غالبا ما بعايش الشيء اللي انتو عشتوه بالنسبة لي المشكلة عادية يعني احس انا لو قبل حد كان قايل لي عن خذلان كنت بقول شو يعني خلاص مو مهم بس احس الحين لا بديت افهم الشعور احس اذا حد في يوم الايام فضفض لي عن الخذلان بيصير فيني فاهمة عليك شعور جدا مؤلم صراحة يخليك تحس باليأس احس الخذلان يخلي الشخص يدخل في الحزن واليأس انه يصير فيك انه الدنيا ما فيها خير إذا الشخص اللي أنا وثقت فيه خذلني يعني تنكسرين من داخل الصراحة طبعاً أنا ما أدري ليش فجأة قاعد تهوجس الموضوع بس يعني مجرد فكرة أشيل الحلق لأنه خلاص طول اليوم بدني حرفياً تخيل جايز راح تسويت بيلاتيز وأنا لابس الحلق فاطمة Are you okay? Hi خلصت شاور جايز صراحة قررت اني احط ماسك احسن من زمان وحاطة ماسك فقررت اني احط ماسك على وجهي ضايف احس حق الثمنيل الحين واكس اني البس برجاتي احس اخر شيء بسوي لي اندومي كل يوم اكل اندومي جايز بس شو اسويها هذا الشيء اللي اشتهيه كل يوم ترى جايز حطيت الماسك لبست ماي اوتفيت اهتميت بشرتي فتحت الاضاءة بعد عشان ادخل الاجواء والوناسة والمتعة وكل هذا وبعد احب دايما طبعا الحين بنزل احتمال اقعد اسوي لكم اديت حق هذا الفلوج احب قبل لا انزل افتح المكيف عشان لما ارجع انام الغرفة تكون باردة وشي ثاني بعد صاير من روتيني الليلي
صايرة أرش هذا على السرير وعلى المخدة أو بشكل عام في الغرفة، يعطيني ريحة خيالية، ويقولون إنه يساعد يعطيكم روقان يعني حق قبل النوم. فهذا اسمه بخاخ الأحلام السعيدة من بيت الحكمة، ما أعرف وين بيت الحكمة، بس وصلني هدية، بس it's so cute. أقعد أرشه كل مكان. My baby انكسر، شوفوا كنت أحبه وايد، استخدمه كل يوم حرفيا، بس ما أدري كيف انكسر حتى. وبس guys خلص الفلوج، شكرا وايد لأنكم تابعتوا للنهاية. حاولت إني أصور لكم الفلوج عن كيف حياتي بشكل عام، وأتمنى أنكم استانستوا وصار عندكم فكرة أكثر عني وتعرفتوا علي أكثر. طبعا أنا مو قادرة أتكلم لأن حرفيا وجهي ناشف ناشف ناشف، وهو جس يمكن أسوي لي أندومي وخلاص بعدين أنام. المهم أحبكم وايد وايد وايد، لا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب، ضيفوني على حساباتي في السوشيال ميديا. أوكي أحبكم وايد، باي.